خلينا نشوف فيديو على رصد لمحطات البنزين غير قانونية تابعة لجهاز الاستثمار العسكري بالقطر. هيك اسمها جهاز الاستثمار العسكري، هيك اسمها جهاز هذا لمن يتبع بقى لمن القيادة العامة هذا ل 128 ولا طارق بن زياد؟ لا لا هذا يتبع القيادة العامة فوق. ترى ورينا يا شباب، ترى ورينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الغرائب التي رأيتها في القطرون هي هذه الشيلات الخاصة اللي يقولوا عليها شيلات الاستثمار العسكري. يعني المحطة هذه اللي تشوفوا فيه ويعبوا في البنزين بسعر 5 دينار، قال لك بتعشيني بتاع الاستثمار العسكري يبيعوا اللتر ب5 دينار، وهذا أمر غير معقول. والمواطن في القطرون ما عنداش بنزين، فشوفوا البراميل هذه اللي تمشي لتشاد كم هي كبيرة وكميات ياسرة. يعني هذا واحد من الشيلات اللي عليه أساس استثمار عسكري، وأنا مستغرب يعني البنزين هذه مدعومة من المواطن يخلص فيها وانت تبيع فيها ب5 جنيه، والمواطنين هنا ما همش كاسبينها. هذا شيل ثاني استثمار عسكري زي ما يقولوا. القطرون الحقيقة تعاني من قلة الوقود بسبب هذه الترهات. البنزين تمشي لتشاد والمناجم ما هو زي ما تشوفوا هذين يعبوا في البنزين ويبيعوا هنا ب5 دينار ولا قديش. عسكري هنا في قطرون الاستثمار العسكري يعني طويل طويل جدا جدا كبير. تو نخشوا داخل نشوفوا كم بومبه فيها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بومبه تبارك الله 19 20. هاي وين لوح؟ يعني تخيل الشعب الليبي يخلص في دعم والدعم يمشي للكتائب هذه، وانا تعبي هذيك السيارة الكبيرة تعبي بنزين وترفع لتشاد والمناجم ويبيعوا فيه 500 دينار 60 لترة، يعني قريب 9 دينار. والناس مملحة، البترول ما فيها بنزين، الجنوب ما فيه بنزين. معاناة 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 كبيرة بسبب الأفعال هذه. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، مرحبتين بك بشير مره اخرى. انت اللي قلت ان هذا استثمار عسكري، ما شفناش لا يافطه مكتوب عليها استثمار عسكري لحد. كيف عرفت انت استثمار عسكري؟ يعني معروف شعبيا واهلي يقولوا استثمار بكشوم الناس ما مش عارفين. لا 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 مرات مهربين من الصين. لا 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 هذا يا سيدي مهربين من الصين. مش عندك قوات امنيه غالي؟ مش انت جيش؟ حولهم مو تشوف فيهم يعبوا في براميل ويرفعوا فيهم في لتشاد. هذا المواطن اللي ويا ريت الجنوب بس مخلصات البنزين هذا. بس هذا حتى المواطن في الشمال موجود. هذا مش مرتبط بانه يكون الدوله فيها امن. يعني مثلا هاي الزاويه مش بس الجنوب حتى ينباع فيها اللتر ببصر قداش. صحيح مش زي ازمه الجنوب، لكن هاي ينباع مش مقتصر على الجنوب بس. يعني انت لكن انت تقول ما دام في جيش غاديك المفروض يكسر المخازن هي لو كان هي مش تابعه عليه بطبيعه الحال. قديش في بومبا؟ دي 20 بومبا كانت مضبوط. اللي عديتهم 19 20 قلت لك هنا ملوحه. المهم 19 بومبا. هذا الشيء اللي راهو خارج القطرون، يعني يعتبر وانت ماشي لتشاد تعبي براميلك ولا سيارتك ولا كذا تطلع غالي. هذه معدل التهريب البنزين هذه طبعا معدل كلها معدل التهريب. هذوك اصلا ما يبيعوش بالسعر العادي، كلها تبيع بالخمسة جنيه 4 جنيه 7 جنيه 6 جنيه، كله يقول لك استثمار عسكري. من اين له الحق اصلا الجيش؟ يا راجل الجيش ما عادش فهمناه في السياسه، الجيش في 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 الكوره، الجيش في الاقتصاد، الجيش كل شيء جيش، اجتماعيا الجيش. يعني حتى السدج وصلت بيهم الدرجه يمشوا يعطوك كربة تروح فرحان. ما هم ال 15 مليار اللي ياخذوا فيهم عاطينهم لك من جيبهم. لكن 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 في نفس الوقت تقول ها نحاولوا مع جيش خير ما تكون من الفوضى اللي فاتت قبل هذيك فيها وفيها. سيدي انا روحت قعدت عام وخدمت معاهم باش نصلحوا الوضع،
لكن أنا اليوم لما رأيت إنه الفساد راهو مستشفي مستشفي مرات الله يعني لا أعلم الغيب، ما نعرفش القيادة متاعهم فوق هذه قيادتهم هذه تعرف ولا ما تعرفش، لكن خلي نوضحوا لقيادتهم المشكلة اللي صايرة في الجنوب لعل وعسى يشوفوا اليوم البرنامج يجيبوا جماعتهم كيف التهريب هذا وكيف الأتوات هذه، مش عيب عليهم المواطنين كلهم يعانوا من الأسعار الغالية ويعانوا من الطوابير اللي على في السيارات باش تعبي وكود لا ندير لك كود كل أربع أيام تعبي، شن دخلك بي نعبي 24 ساعة، أنا دعمها البنزين دعمها المواطن من جيبه لأن هذا من حقه، ولا رفعوا علينا الدعم احسبونا كم واحد احنا في الجنوب استبدلوا لنا الدعم نحطوه في جيبنا وخلي الاستثمار متاعكم يستثمر غالي وإحنا فلوسنا في جيبنا نشروها ولا نبطل. طيب.